إذاعة تطاوين الليلة بس ياخذنا إلى كندا مع نجم من النجوم اللي فرض نفسه يعني بتجربته. قالوا عنه صوت البلبل حينما يشدو ويتسلطن، غنى فأطرب، حكى فألهم الحضور بسلاسة كلامه. نجمنا الليلة هو ماهر حلبي اللي نزل هذا السنجل وسمعناه يعني مرارا الأغنية هذه حاولت أنساك. اللي ما يعرفش ماهر حلبي هو فلسطيني الأصل، إقامته الحالية في كندا وصاحب الأغنية المعروفة والشهيرة زوجوها، هو ابن مدينة حيفا الفلسطينية. ووقتها نتذكر إذا نرجع شوية مسيرته الفنية وخاصة بدايته تلقى دعم كبير من والده اللي اكتشف الموهبة متاعه وعاونه برشا من خلال أصدقاء طبعا المطربين والعازفين، وتبدأ البداية الفعلية ليه. وبعدها انتقل من هناك إلى الأردن وبدأ المسيرة الفنية خاصة عام 1996، وجمعاته أيضا فنانين كبار يعني على مستوى الوطن العربي، سواء غنى أيضا معهم. أول ألبوم للنجم ماهر حلبي كان في عام 2000، اختار له عنوان حروف الوطن، وبعدها أيضا إنتاجات أخرى. والليلة بس ركز شوية على حاولت أنساك اللي ضاربة، عاملة ضجة كبيرة 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 في أمريكا، في كندا، في أيضا عديد الدول، في المغرب، في تونس، في الدول العربية. ما فماش يعني صحيفة ولا جريدة ما كتبتش على الغنية هذية، والفيديو كليب اللي الناس الكل في انتظاره يعني على القنوات العربية نظرا اللي شافوا البرومو. From Tunisia and New York to the world, Tatooine Radio going live under one way. Your favorite superstars on air. This is Together on FM. With Majid Haddad. ماهر إن شاء الله ألف مبروك لغنية هذية، ومساء النور. الله يبارك فيك ومساء الخير عليك وعلى كل عم بسمعونا يا حبيبي. شكرا، الله يخليك. طبعا العمل هذية اللي ضارب وعمل ضجة يعني ضجة كبيرة كبيرة، الصحف تحكي على هذا العمل الجديد، كل الأعلاميين يعني كأنهم مجندين الماهر حلبي، نشوفوا أيضا في الصفحات ونشوفوا أيضا في المواقع كلها تحكي على حاولت أنساك. يعني هذية ومازال ما نزلش الفيديو كليب، يعني شفنا حتى البرومو الخاص بالفيديو كليب. وشكرا أيضا للجاسم حنون هذا المخرج اللي أبدع، فعلا أبدع. أكيد أكيد، الله يعطي العافية، والتعب كتير على العمل ما قصر، وكل الجنود المجهولين وراء العمل، لأنه كان في كادر جدا كبير. والحمد لله، الحمد لله، أنا سعيد جدا بهالنجاح اللي حققته الأغنية ولساتها في البداية، الحمد لله. وأنا كمان أكيد بدي أشكر كل الحبايب اللي وقفوا جنبي ودعموني معنويا وإعلاميا، وإن شاء الله أنه بداية راح تكون رجعة مشرفة، وكل أمل يا رب إن شاء الله أنه دائما نتحفكم بما هو جميل وأجمل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لعبود يعني المنسق العام، تحيتنا لي عبود. والله حبيبي عبود يعني ما قصر، وإله الفضل أكيد، لأنه بصراحة أنا تعرفت على المخرج الكبير جاسم حنوم من وراء، لأنه عمله عمل جدا حلو وبهرت فيه، وحكيت له أنا طالب هذا المخرج بشكل يعني شخصي بالاسم، فهو على علاقة جدا طيبة معه، وتعب معي كثير في هذا الفيديو كليب صراحة، له وقفة جدا مشرفة أنا ما بنسى له إياها. شكرا لي. خلنا نرجع شوية للكلمات والألحان والتوزيع والأستوديو حاولت أنساك. نعم، هي كلمات الملحن فضل سليمان، هو معروف طبعا أكثر كملحن بس، ولكن له أعمال كتابية جميلة جدا، وهي كان أول أغنية بيكتبها باللهجة المصرية. كتب الكلمات فضل سليمان وألحان الأستاذ شادي جرور من سوريا، وتوزيع الأستاذ هشام بندقجي، وتم الماستر للأغنية في استوديو محمد القيسي في الأردن. الأردن، تحياتنا ليهم الكل. نعم. طبعا الكرو كامل هذايا، شوف هذوم مرة اللي تسمع فيهم هذوم الكل مساجات جايين في حقك الليلة على الهواء مباشرة.
أشكركم جميعا حبايب، أشكركم. يعيشك يعيشك يا ماهر. الأغنية هذه حاولت أنساك، ما حبيتش تنزلها يعني الأوديو إلا ما يكون الفيديو كليب جاهز. صحيح صحيح، عكس الفنانين. أنا أكون صريح معك بالشغلة، الأغنية صلى موجودة معي فترة طويلة ومسجلة وجاهزة، بس ولكن كل ما بسمعها بعود التكرار عليها بحس أني ممكن أضيف عليها أكثر، فأرجع أسجل وأرجع أعيد الميكس وبعدين أرجع أعيد الماستر ومبسوط عليها شوي بعدين أرجع أعيد، هيك ظلتني على فترة طويلة لحتى في الآخر يعني لقيت الصيغة اللي أنا حابب الأغنية تنسمع بإطار معين بصورة معينة، حابب توصل للمستمع بصورة معينة، وهاي الأغنية ما يسمى بالسهل الممتنع، يعني بتسمعها بتحس إنها بسيطة ومش معقدة وهوينة، بس ولكن غنائها كانت صراحة من أصعب الأغاني اللي أنا مرت علي وغنيتها، أصعب الأغاني. نعم، متعمدت أنك تنزلها التوقيت هذايا، متعمد يعني تقرب شوي العيد الحب؟ طبعا طبعا، هي كمان شاءت الظروف هيك الحمد لله، يعني كلها هي تقدير وتسهيل من رب العالمين، وكل تأخيرة فيها خيرة، يعني هي الأغنية صراحة كانت لازم تنزل أبكر من هيك في موعد أبدر، بس ولكن صار عندي ظروف فنية اللي كل مرة نأجل مرات في الميكس، مرات في التصوير، مرات في المونتاج، مرات ارجع عيد ارجع غير، العمل أخذ منا مجهود كبير 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 بصراحة لأبعد الحدود لأبعد ما نتصور، بس بالنهاية بدنا نوصل العمل بشكل لائق ومحترم لأنه الأغنية مستاهلة كلمة ولحن وتوزيع ومغنى وموسيقى، فحبيت كمان نوصلها بصورة جميلة بصورة أجمل من خلال موضوع التصوير، والحمد لله اتوفقت جدا أعتقد بكل الكادر اللي اشتغل معي، يعني فينا بنقدر نحكي إنه هذا عمل جدا متكامل من جميع النواحي الحمد لله. الأغنية هذه جت يعني بعد فترة من الغياب على جمهورك والكل، هذا راجع أسباب ممكن معينة راجعة لك، لكن علاش؟ أعطيني علاش الناس الكل توا نعرف حتى برشا فنانين وبرشا أيضا من أهل الفن يتسألوا ماهر وينه في الفترة الأخيرة؟ علاش غايب؟ أنا صراحة حبيبي مجيد عندي مشوار فني طويل لا بأس به، وملان كان تحديات، ملان عراقيل، ملان يعني ناس اللي خلص سبحان الله في الكار تبعنا هن معروفين، يعني في اللي بحبوا نجاحك وفي اللي ما بحبوا نجاحك، فأنا مر علي كثير، عندي مسيرة شائكة وطويلة جدا، و قررت يعني الابتعاد نوعا ما عن الساحة الفنية، ترتيب أوراقي ترتيب أموري، بلكي كمان أخذ مجال غير مجال الغناء، خليني أفضي مخي أريح، عرفت كيف؟ وبعدين تدرس الساحة الفنية، تدرس الوضع، في تغييرات كثير طرأت على الفن، في تغييرات طرأت على الناس، في أمور كثير تغيرت، الموجة كلها تغيرت فترة من الاستراحة، يعني كاستراحة طبعاً المحاربة بالضبط، يعني أنا أعتقد الحمد لله أنه كانت هي جدا جدا لصالحي هاي الفترة، أنا طبعا ما انقطعت فيها عن الغناء بالمرة، لا أنا كان عندي إنتاجات بس ولكن إنتاجات محلية بشكل هاتا نسميها بها التعبير هذا، إنتاجات جدا بسيطة ما اشتغلت عليها إعلاميا بشكل اللي أنا أسعى بشتغله بالفترة الأخيرة على أغنية مثلا حاولت أنساك أو قبلها يا بنية، التزمت هذا الصمت والتزمت هذا الحياد وصرت أسمع صرت يعني أنا أشتري ما أبيع، استجمعت قواي استجمعت أموري وقررت أرجع يعني بطلة جديدة بخط يمكن نوعا ما مختلف أو مش موجود كثير منه حاليا بالسوق، لأنه الكل عارف الخط الغنائي اليوم ماخذ لون معين وهو طاغي على الساحة الفنية، فقلت إذا أنا بدي أرجع بديش أكون كمان نمبر كمان رقم يزاد للكم الهائل من الفنانين الموجودين، واليوم مش بالسهل تتميز وتنفرد بأغنية اللي كل الأنظار ماشي على اليمين خلي الأنظار تمشي عليك انت على الشمال، مش سهلة جدا هاي، ما مش سهلة، فأخذني وقت طويل تني أقرر شو هي الأغنية اللي فعلا ممكن أنا أنزل وأرجع فيها وأرجع بقوة أرجع لجمهوري اللي بيعرفني. نعم. بس ولكن أنا بدي أنا أرجع لجمهور أو أعرف نفسي على جمهور ما بيعرفني، كأنك تؤكد ما قيل عنك أنك أنت إنسان متريث جدا جدا جدا.
صحيح، هذا منيح حدين. ومش منيح، أي منيح هاي ومش هو منيح. سلاح ذو حدين. صحيح، أنا معك، أنا أعترف إنه مرات إذا أنت بتتريث أكثر من لازم بتحس إنه في فرص في الحياة بتفوتك، لأنك أنت بتأخذ وقتك في التفكير وفي القرارات، ولكن إذا عندك تنزل في عمل لازم تتريث. مزبوط. هسه أنا يعني بعترف إنه في عندي أغلاط، في عندي هفوات، في عندي أشياء اللي أنا كنت لازم احتمال يمكن فاتتني لأجل تريثي الزايد، عرفت كيف؟ بس ولكن أنا بالنهاية برجع بقول أنا جدا راضي على اللي أنا وصلت له وعلى أنا فيه. طموحي كبير جدا، بحاول إني أصلح عجزي، بحاول أصلح أقوي نقاط ضعفي. وواحدة من هون هي هاي موضوع التريث، إني أنا يمكن روحي، نحن بنسميها روحي طويل، بالي طويل، بس أنا أعتقد إني أنا يمكن كسبان أكثر بهذا الموضوع، لأنه ده الفنان بده يكون دمه حامي وعلى نار وعصبي. ما بزبط، ما بزبطش أبدا نهائيا، لأنه كل كلمة أنت بتحكيها محسوبة عليك، وفي استفزاز كتير، في استفزاز في شغلنا كلياته استفزاز. فإذا أنت ما بتكون إنسان متريث وطويل بال وتتأنى وتصطاد الأشياء صح، أعتقد أنه أنت غلطتك بتكون أكثر من ضرباتك الصح. واضح. ماهر، توا الساحة الفنية دائما تطلب خاصة متابعة واستمرارية وديمومة والكل. رجعت لنا بحاولت أنساك 2017 مع بداية عام جديد، كانت انطلاقة قوية، يعني حبيت توري للعالم الكل يشوفوا ماهر حلبي. صحيح أنه غاب، لكن شوفوا بالعمل هذايا أنا موجود، عمل من الوزن الثقيل. صحيح، الحمد لله. أنا سعيد جدا بردة الفعل الأولى بصراحة. يعني أعتقد أنه هاي الأغنية هي راح تكون نقطة تحول في تاريخي وفي حياتي الفنية، لأنه أول مرة أنا بقدم هيك لون. أنا معروف عني بغني اللون الشعبي، بحبه، بحب العتابة، بحب المويل، بحب كمان برضو أغاني السلطنة والطرب. نعم. بس ولكن هذا اللون كان مختلف نهائيا، حتى للي بيعرفني يعني، تني أخذ هيك قرار وإيه هيك خطوة لتكون مجازفة قوية جدا. بس ولكن في حدث وفي حس داخلي، الإنسان كل إنسان موجود عنده هذا الشيء لازم يتبعه، في سحر، في شيء والله ما بعرف مجيد، يعني إشي والله إشي رباني. هاي الأغنية من عند ربي هذا، ما بعرف. أنا سألت حالي 100 مرة هالسؤال، طب ليش هاي الأغنية، طب ليه هاي الأغنية أنا عدتها فوق 10 مرات، طب ليه أنا عم بصرف عليها زيادة، طب شو فيها؟ بس في شيء رباني، في حدث عم بقول لي ماهر هاي الأغنية. فقلت أنا لازم أعطي كل ما عندي ولازم أخدمها بأمانة، والباقي على الله. والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، بوادر كثير 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 خير وكثير. نعم. كثير طيب الحمد لله. به تسلطن توا حاليا، وخل نسمع حاجة من عندك لايف الليلة في لمة على الأف أم بإمضاء ماهر حلبي. شو نسمع من عندك؟ نسمع شي لايف. أي كرم 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 يا باي يا حبيبي. انا سمعك شغله هيك يعتب، ومجنا من اللون اللي انا بحبه، من لون احنا بجبل الكرمل وين انا بيتي واللي ضرب برشا معنا. انا سلامي سلامي لبعثو على تونس بسلك تلفون، سلامي لبعثوا على تونس بالتلفون، عيوني من البكي والنوح تلفون، قالوا متى عالدار متى عالدار يا غيابنا تلفون، لحن الدار وحجار العتاب. يا باي يا باي يا باي، أوف يا عيوني. أهلا وسهلا شرفونا حبابنا،
أهلا وسهلا شرفونا حبابينا، يا بياض يا بياض عيون. قالوا علي ليش علي ليش أهل الهوى يجنون، علي ليش أهل الهوى يجنون، وأنا اللي زارعك والغير يجنون. دخيلك دخيلك لا تجي للراس، دخيلك لا تجي للراس يجنون. أنا مجنون عفراق الحبايب. الله 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 يا حبيبي يعيشك، الله يخليك يسلم هالصوت الليلة المهرك. شوف حتى في الاتصالات اعذرونا، راح الاتصالات الكل هذه جاية بحق ماهر الليلة، يحبوا هيك يحبوا يسمعوا أصواتهم يعني ليك. الله يخليكم جميعا جميعا حبايبي، يعيشك الله يخليك. ماهر نحكيه شوية أيضا، نعرف أنه تعرفت برشا خاصة في حفلات الأعراس، وأغلى سعر حاليا يعني حتى تكون واضح بين ظفرين، يعني ممكن نحكي شوية في الخصوصيات، سعرك غالي حاليا في الأعراس الكلهم خاصة البرة في كندا أمريكا. صحيح، أنا صراحة إنسان بحياتي بشكل عام بحب الأمور تأخذ حقها، وأكون دائما في إنصاف. يعني ما بصير تعامل الإنسان الكويس والمش كويس نفس المعاملة، هذا غلط، ما في حق ما في إنصاف. أنا بآمن في الكواليتي، بآمن في 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 في, في الجودة العالية بكل شيء، في اللبس، في الأكل، في أي شيء، بالفن، بالتعليم، بكل شيء. أنا إنسان يعني لما بروح بحيي عرس بصراحة، يعني الناس اللي بيطلعوا معي بالبان، بالفرقة، بالسبيكر، بكل هالشغلات لازم يكونوا top of the top. ما يعني ما عندي أي تنازل وأي استرخاص لأي شيء. ليه؟ لأنه لحظات الفرح هاي بالذات مش راح ترجع ولا تعوض ولا تستبدل، فمفروض هاي مسؤوليتي أنا. والناس بيعيشوا كل العمر، خاصة تشوف فرحة البي والأم لابنهم أو لبنتهم، عم بيستنوا هاللحظات الثمينة هاي. فما بصير علينا إحنا، لأنه مسؤوليتنا، لأنه واحد ممكن بده يعمل مثلا أكثر مصاري بالعرس، بيسترخص، بيجيب مثلا باند نحن بنسميه نصكم وسبيكرات أي كلام. لا، بدك أنت تجيب الأفضل والتوب أوف ذا لاين، وهذا الجودة طبعا هي بتبين بالشغل اللايف، بالأصداء اللي انت عم تعملها، بالشغل، بالجو. وطبعا كل شيء غالي سعره معه، وعندنا نحن مثل بقول يا مسترخص اللحمة عند المرقة تندم، مزبوط. فأنا بصراحة معروف عني، فمشان هيك أنا طبعا أكيد سعري غالي، وكل إنسان أكيد كمان لازم يحترم تاريخه، لازم يحترم عطائه ومشواره الفني. فأنا بعرف إذا أنا ما بدي يعني خمن نفسي وأقدر مجهودي، فمعناته الغلط مش على الناس، الغلط علي أنا. به نمشي معاك الموضوع آخر، هم مواضيع مش موضوع فقط يا ماهر. الفيديو كليب هذا وقتش إن شاء الله نشوفوه على القنوات العربية؟ لأنه الفيديو كليب جاهز، البرومو زاد جاهز، شفناه صورة يعني بسكلتات نين، حتى نقرب لهم الصورة أكثر للسادة المستمعين. يعني رونق حلو برشا وجمالية في الصورة والكواليتي والكل، هذا راجع للمخرج الأفكار. هل دخلت شوية في فكرة الفيديو كليب ولا فقط المخرج هو كانت الكلمة والسيادة اللي هو؟ أنا إنسان حشر كثير، حشر كثير. يعني بدخل مخاري في كل شغلي، وأنا مبسوط من هذا الشيء. الفنان لازم يكون فنان شامل، والفنان لازم يكون عنده رأي، لازم يبدي رأيه. يعني صارت فيه لقطات معينة طلبها المخرج، أنا اعترضت عليها، اعمل كذا، قلت له متأسف أنا ما بعمل هيك، أنا ما بسوي هيك. كمان المطرب لازم يكون في عنده مبدأ بالحياة. نحن بنشوف فيديو كليبات فيها أكثر من لازم، زيادة عن اللزوم، يعني مقاطع أنا بالنسبة لي لازم تكون مقاطع هي محظورة،
عرفت كيف؟ مش لازم تكون وما لها لزوم. أنا بالنسبة لي المطرب لازم يكون عنده إبداع رأي، لازم يكون عنده موقف. الشيء الجميل جميل، شايف؟ والشيء هو ما له لزوم ما له لزوم هذا ما هو له لزوم. مهر. أنا بصراحة يعني أنا بحكيها بكل صراحة، أي فأنا دخلت بالفيديو كليب، ولما عمل المونتاج كمان في شغلات ما عجبتني طلبت منه يستبدلها بلقطات ثانية، شايف؟ بلقطات أجمل، بلقطات معبرة أكثر، لأنه أنا اللي مثلت القصة، أنا اللي عايشها، وفي شيء معين أنا حابب أوصله بالحركة، بلغة الجسد، بالنظرات، بتعبير الوجه يعني. فمشان هيك بنرجع كمان مرة عبد المجيد، يعني العمل تينجح، إذا بينجح مش من شيء، مش من لا شيء، لازم يكون فيه عوامل. وإحدى العوامل إني أنا كمان كنت متابع وبدقة لأدق أدق أدق التفاصيل بالنسبة لموضوع الفيديو كليب. وجاسم يعني حكى العبودي، قالوا لك يا زلمة مش هذا اللي بعت لي إياه أنت، هذا ما حدا بيحضر فيديو كليب بالثانية. واضح. فهذا أنا اي خلينا نذكرهم زاده بصوت ماهر في اغنيه يا بني، نرجع شوي ل 2015 ونسمعه نجمنا ماهر. اذاعه التطاوين تسمع منه تحكي عليك. تحكي عليك. الله الله يا بني، هذه رجعنا بها للعمل السابق. الاغنيه هذه زاده لاقت نجاح كبير، كما اغنيه عجبين الشمس ومجموعه ايضا من الاغاني اللي قدمها ماهر حلبي. انا بعزها كثير هالاغنيه. علاش؟ كثير بعز أغنية يا بنية، من الأغاني المدللة عندي. عندها قصة؟ لا بس حبيتها كثير الأغنية، كلامها أثرني جدا حقيقة، واللحن ركب عليها كثير، يعني بصراحة من الأغنيات المدللة كثير بحبها. يعني إذا بتسألني مثلا ماهر طيب شو بتحب تختار أغنية من أغنياتك تنسمعها؟ طبعا هسه خلينا أكيد يعني حاولت أنساك هاي حصد الأسد، بس ولكن من بعدي حاولت أنساك بقول لك يا بنية. ولا اللورا ولا لمن يا بنية؟ يا بنية يا بنية ميت فيكي. أي طبعا بروح للورا أكيد أكيد. مين أعز منها؟ شوف شوف لحظات مين أعز منها؟ طبعا ما في أعز منها، تحياتنا لها لورا. الله يخليك. هذه الزوجة الخلوقة المتعاونة، يعني كان مش من لورا ماهر مش باش يكون معانا الليلة صدقا. أكيد أكيد. أنا يعني أنت حكيت كلمة حق لازم تقال في حق زوجتي لورا، إنساني يعني الداعم الأول، وصراحة نفسها جدا طويل معي ومستحملتني بكل يعني منيحي وشوائبي. ترى دير بك عن الفنانين مجانين. لا شوف شوف، لا فعلا فما مميزات كثيرة في ماهر حلبي. من ميزاتك أنه أخلاقك عالية جدا، أنك فنان راقي. من عيوبك أنك إنسان، ذكرناها منذ قليل، تري تأخذ وقت أكثر من الوقت الضروري أيضا. هذي أيضا أكدت وفندات الكلام هذي زوجتك لورا، لتحياتي لها. تعاملت معنا وتفاعلت معنا جدا يعني مع الإذاعة، فشكرا لها، وشكرا أيضا للصغيرات، إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يدوم هالعشرة هذية والمحبة الكبيرة اللورا. أكيد أكيد. الله يخليك يسمع منك. هو يعني زي ما قالوا أكيد، يعني بجانب كل رجل عظيم امرأة عظيمة، وهي هي حقيقة، هي حقيقة حقيقة. ما تستاهل مقطع هذه الليلة، مقطع لايف الليلة. أكيد أسا بذا بحضرني هي بتعرف من الأغاني اللي بتحب تسمعها. عيوني كرم رمشة عينك تغوينا وترمسها وتكوينا، نظرة حلوة من عيونك بتبل القلب وتروينا، كيف مرضيت بجيرتنا شو نساكي عاشيرتنا، علمي رضيت بجيرتنا وحبيناك وحبيتينا، الله كيف الله. ما تكوني بتشتاقي تكوني عنا كوني عنا، وين ما تروحي ما تلاقي أوفى منا أوفى منا، كيف ما تكوني بتشتاقي تكوني عنا كوني عنا، وين ما تروحي ما تلاقي أوفى منا أوفى منا، خلي بقلبك غني غنينا غنيناها، أحلام حبك مضوية تمنيناها تمنيناها،
يا بقوف كيف هوتينا صغيري وانت كبيري ما بتهوينا، رمشة عينك تغوينا ترمس هام وتكوينا، نظرة حلوة من عيونك بتبل القلب وتروينا، كيف مرضيتي بجيرتنا شو نساكي عاشيرتنا، بعلمي رضيتي بجيرتنا وحبيناك وحبيتينا. الله يا لورا عايشة، الله يسلم هالصوت الليلة. الله يطول بعمرك يا حبيبي، يعيشك يا ماهر، الله يخليك. ماهر، يعني خلال مسيرتك الفنية التقيت بعديد النجوم والفنانين الكبار على مستوى الوطن العربي اللي يعتبروا يعني هم نمبر وان، وكان فما أيضا اختلاط وكان فما أيضا تواصل في الفترة هذيك. هل إنه احنا حاليا في 2017 فما تواصل، مازال متواصلين معاك الفنانين هذوما، وإلا إنه كل واحد في طريقه ما ثماش تواصل واصل بيناتكم؟ صراحة انت بترجعني ل يعني تقريبا شي 18 سنة او 19 سنة. انا عشت في الاردن، تربطني صداقة جدا واخوية مع الامير البرنس ماجد المهندس. أيه. مين ما بيعرف ماجد المهندس؟ نعم. انسان جدا عزيز على قلبي، وعشت وياته في نفس البيت، وتشاطرنا نفس الصحن اللي ناكل فيه، نفس كوباية الشاي، الفرشة، كل شيء كل شيء حقيقة. وطبعا بعد ما أنا طلعت من الأردن يعني وتركت البلد، صار لي غايب كل هالفترة عنه، لا صار فيه، التقيت فيه، بالعكس التقيت فيه، آسف، التقيت فيه في 2000 ويمكن 2003 أو 2004، وبعديها انقطع الاتصال. طبعا هو أكيد لأنه نجوميته كبرت وصار صعب صراحة الوصول إليه. يعني أنا أقول لك أنا حاولت كثير أن أوصل له بس صعب. أكيد هو في عنده مدير أعمال اللي هو بيدير له أعماله، بيوظف له أعتقد موضوع اتصالاته بس، ولكن دائما بيحضر في بالي. وماجد المهندس أهداني بالزمانات أغنية فرط الرمان خدودة ونجحت، ضرب الضرب كثير 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 حلو والأغنية. فبتمنى اني ان شاء الله يصير في اتصال بينه وبينه، والعشر ما بتون الا اولاد الحرام، فانا دائما اكن له واحمل له كل ود وكل محبه وكل تقدير، لانه في علاقه عائليه. ماجد بيعرف ابوي وبيعرف اخوتي وبيعرفوه، وقضينا مع بعض ايام جدا مره وحلوه. بس اكيد ماجد اليوم نجم النجوم ما شاء الله عليه، وهو بيستاهل، بيستاهل بكل صدق، لانه انسان بحس يعني بكل شيء بيأدي وبيغني بصراحة. نعم، هو ملك الرومانسية يعني، أكيد وإنسان أكيد أصيل فعلا. ماجد من الفنانين اللي فرضوا نفسهم وعملوا نجاح كبير في السنوات هذه الأخيرة. إن شاء الله يرجع التواصل هذا ويرجع أقوى. يعني أنتم الاثنين نجوم حاليا، أنت نجم ما شاء الله حاليا بأمريكا وكندا يفتديك. والوطن العربي، والأغنية هذه طاغية، وأكيد باش يشوفها ماجد على التلفزات العربية قريبا. حددت موعد تنزيل الاغنيه في القنوات التلفزيونيه ولا مازال الى حد الان؟ ان شاء الله، ان شاء الله في الاسبوع اللي المقبل علينا باذن الله تعالى، ان شاء الله راح ان شاء الله نبلش في بث الاغنيه، راح تنزل ان شاء الله باذن الله تعالى، انا بعرف بكره على انغامي. نعم، وراح تنزل اكيد في اليوتيوب ان شاء الله، كمان بيكون لها اكيد تركيز اعلامي حلو، وعلى باقي المحطات الفضائيه والتلفزيون ان شاء الله خلال الاسبوع المقبل علينا ان شاء الله باذن الله. ماهر حلبي النجم الفلسطيني اللي حاليا طبعا موجود في كندا، ومع اقامتك لمده سنوات ايضا هناك والحفلات، يعني واخذ كل وقتك الحفلات اكثر من الامور الفنيه، وممكن حتى بعداتك شويه زاده على الحاجة. حسيت تنقلاتك خلال إقامة الحفلات هذه، الكل الجمهور راضي، يعني أنا حاولت حتى جس النبض، يعني شكر العبود أنه حاول يعمل بي جولة جس النبض، أنه ما ثماش فنان، ما ثماش أيضا من أهل الموسيقى وأهل الفن الموجودين في بلاد الاغتراب، الكلهم عندهم محبة كبيرة لك أنت واحترام كبير لشخصك أنت، لا لشيء اللي ممكن لأنك أنت تعامل الناس الكل بلطف، وممكن أيضا الأخلاقك العالية جدا خليت الناس هذوما العالم هذوما الكل يحترموك ويكونوا هالمحبة الكبيرة لشخصك. حبيبي مجيد، أنا إنسان أعوذ بالله من كلمة، أنا
اتربيت في بيت يعني صراحة يطغى عليه موضوع الاحترام، احترام الغير وعزية النفس. نحن هيك في البيت تربينا، وهيك يعني بي دائما أثنى علينا بهذا الشيء، فمشيت على هذا الضرب. والحمد لله، الحمد لله أني أنا أفتخر وأعتز بهذا الشيء، وعم بربي بناتي وابني اللي هو لساته طفل صغير، ربي يخليهم. بربيه على هذا الشيء، لأنه هذا الشيء أنا بالنسبة إلي لازم كمان يتوارث وراثي. هاي من الأطباع، أطباع جدا جميلة، وأطباع اللي صراحة صاحبها دائما هو كفته الراجحة، هي كفته اللي كسباني. الإنسان بالنهاية كلياتنا عبيد الله، وما في أجمل من المحبة، ما في أجمل من الاحترام. كل الناس سواسية، ما في حدا أحسن من حدا. التعامل الجميل والكلمة الحلوة بتذوب يعني الحديد، بتلين هذا الصخر دائما. هذا نحن هو يا بنحكي مان. ونقوله، والكلمة الطيبة بتطيب الخاطر. القساوة مش حلوة، واللؤم والحقد والكراهية والحسد، كليات هاي يعني أطباع الشيطان، أعوذ بالله منها، نحن أعوذ بنبتعد بالله عنها. طبعا. فالتواضع جميل. زميل نعم. أيضا النجاح وقت اللي تنجح أيضا وتشعر بلذة النجاح، وقتها يهون عليك هذاك التعب اللي تعبته الكل، يهون عليك هذاك الصبر اللي صبرته الفترات الماضية الكل، وتنقلاتك وغيرها والانتظار والسهر أكيد والتعب أكيد كله، أكيد مع الشعور أنك ناجح، أنك فم رضا من الجمهور، من المتقبلين، من المتابعين أكيد. أيضا. أول ناقد، من يكون أول ناقد؟ هل من البيت، من العائلة، ولا من برا من البيت النقاد؟ نفسي أنا أول، أنا أول أصلا واحد. أنا أشد وأجحف إنسان على نفسي في النقد. إنسان كثير صعب على حالي صراحة، صراحة يعني تتخيل، في شغلات أنا بغنيها، غنيتها بسمعها بزعل على حالي، بزعل على حالي، لأنه بنتقد حالي بشد، إنه كيف أنا عملتك، ليش أنا هيك غنيت، ما بحب أسمعها. نعم واضح. به ماهر، مجموعة من الأسئلة في دقيقة، لأن الوقت دهمنا في دقيقة، حتى نتعرفوا على أكثر على ماهر حلبي. لوين تحب تسافر؟ أحب أسافر، أي. بحب أروح السويد. مسرح تحب تغني عليه؟ قرطاج حلمي. الشعب نعم. التونسي شعب بصراحة يعني كل طرب يحلم وتذوق يغني قدام هذا الشعب. ديو تحب تغني مع من؟ نسائي ولا رجالي؟ نسائي، خلينا في النساء. نسائي، أنا بحب أنغام، والله بحب لورا. أنغام. لورا مشجعة مشجعة. واضح. ذي بيتوتي ماهر حلبي ولا العكس؟ جدا جدا واضح، جدا عائلي كثير. بعيدا عن الفن، أين نجد ماهر حلبي؟ بعيدا عن الفن، نعم، بحس حالي بحرات اني اكون نوعا ما عندي بزنس يعني غير موضوع الفن. يعني لو سالتني مثلا، بحب موضوع الكافي شوب، انا بحبه بعشقه، لان انا انسان بحب القهوه اتذوقها واتلذذ فيها، فبحب من الشغلات الاشياء اللي بحب اني اعمل فيها انفستمنت، كافي شوب، هيك شغلات يعني بتحسني انسان مختلف. تتصور انه 2017 مع بدايتها حاليا ومع حاول تنساك طالع خير عليك العام هذا؟ جدا 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 واضح. جدا. من وقف الى جانبك حتى يوصل ماهر حلبي للمرحلة وللقيمة الفنية الحالية؟ والله في عدة اشخاص، مثلا بداية في بيي، الله يفضل والله يخليك، و ثم في انا ممكن كل المحبه والتقدير والاعلان للدكتور حكمه حامد، يلي هو صراحه له فضل بعد الله كثير كثير كثير، ما بنسى له يا مدمري، وزوجتي طبعا تحياتنا ليهم لورا، الكل هذول
هذوما هذول ثلاثة علامة فارقة. وقفوا إلى جانبك الكل. ماهر، أنا باش نخلي لك الكلمة ليك، المستمعي إذاعة تطاوين الليلة، ماذا يقول ماهر حلبي؟ أنا تشرفت بكم كثير، وأنا بدي أشكرك حبيب مجيد كثير كثير على وقفتك معي، وأعطيتني مساحة يعني بصراحة فقط النجوم الكبار بياخدوها والاهتمام. وأتمنى إن شاء الله إنه أخذ تونس الخضراء، تونس الحبيبة، في مهرجان كبير صحيح. وألقاكم أنيلكم وتنبسطوا مني برشا 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 برشا, برشا يا مدلل برشا برشا. الله الله، ونحن إن شاء الله سنكون في المطار في انتظارك باستقبال رسمي بإذن الله في تونس الخضراء. للشرف للشرف يا حبيبي، شكرا جزيلا. تحية لورا، تحية للعائلة الكل، ربي يخلي لك صغيرات إن شاء الله، ربي يفضلهم الكل. تحية لعائلتك الكبرى أيضا. تحية للمخرج جاسم حنون العبود، نزمنا تحياتنا ليك، الناس الكل وقفت إلى جانبك، تحياتنا ليهم الكل إن شاء الله بالتوفيق. للناس اللي دعمت الأغنية حاول تنساك، وقريبا تشوفوها على القنوات العربية. شكرا ماهر حلبي، شكرا على قبول الدعوة. شكرا لكم جميعا، شكرا. تحياتي لك. احنا باش نسمعوا ماهر حلبي عجبين الشمس، الغنية هذه منتصف الليل و52 دقيقة. حسام شكرا، شكري، تحياتي ليك. شكرا الفتحي، شكرا أيضا البشير، زملاء من قسم الأخبار. مجيد الحداد يتمنى لكم إن شاء الله سهرة طيبة، اللي باش يصل بيخل النوم إن شاء الله النوم هنا. صباح الخير، وعلى صوت ماهر حلبي الليلة.